cero. تعتبر إضافة للمكتبة الفنية المصرية العربية. حقيقة الموضوع اللي احنا بنتعرضه النهاردة موضوع على درجة كبيرة من الأهمية. أنا بعتبرها مشكلة عصر، لأن أجيال وأجيال من المصريين عاشوا بالثقافة، الثقافة من خلال المطبوعة الورقية. للأسف المطبوعة الورقية تكاد إن هي تغلق أبوابها. بعض الصحف هتمتنع عن الصدور، بعض هو على فكرة دي مشكلة عالمية، لكن عندنا في مصر من المهم أن تعود الثقافة الورقية، أن يعود الكتاب المصري في متناول الجميع. كانت هناك مشروعات كبيرة جدا بدأت مع الدكتور سارق عكاشة حين كان وزيرا للثقافة، وأسس لمشروع الألف كتاب، ترجمة ألف كتاب من أمهات الكتب العالمية. كان التلميذ في المدرسة، يعني احنا كنا في المدرسة الثانوي وكنا بنجري ورا المطبوعات بتاعت الألف كتاب، بنلاقي فيها مجالات متعددة. رواة الفن التشكيلي بيلاقوا كتب في الفن التشكيلي، وأعظم الكتب في الفن التشكيلي اللي تمت ترجمتها وما زالت حتى اليوم مراجع مهمة هي نتاج تلك الفترة. مجال المسرح، كان في سلسلة من المسرح العالمي من شكسبير لغاية مسرح العبث واللا معقول صمو البيتك وخلافه. جميع المجالات كان يتم تغطيتها بالكتاب الورقي. حصل بعد كده نوع من الركود ثم صحوة ودعوة للقراءة للجميع. مكتبة الأسرة لأسباب سياسية بينقرض هذا المشروع، كأننا نتعامل مع أشخاص ولا نتعامل مع التاريخ ومع مستقبل هذه الأمة. الكتاب حتى يعود مرة أخرى وحتى يكون في متناول القارئ أو يكون عامل جذب للقارئ لابد له من مواصفات ولابد له من معايير قياسية بحيث أن يكون الكتاب كتابا محترما يحقق للقارئ متعة ثقافية وعلمية فنية، يعني جميع مجالات الثقافة. لما جاتني نصيب وعرض مشروع كتاب بالبحث اللي هتعمله، الحقيقة أنا أشفقت عليها، لأن الموضوع ليس سهلا، بل هو موضوع جديد كثير تناول أبحاث فنون الكتاب، لكن هذا التناول وجدت إنه تناول متفرد، إنما أشفقت عليها إن هي تستطيع إن هي تنجز بحث على المستوى المطلوب. لما قريت المقدمة اللي هي كتبها استوقفتني مجموعة عبارات، اسمحوا لي إن أنا أقرأها لكم، أنا
معلم عليها فاطمنت. يعني لما باحثه تقول ان الكتاب المطبوع يعني قصده عمليه ابداعيه فنيه في تصوير وتجسيد الكلمات والتعبير عن محتوى الكتاب. لما تقول عرض محتوى الكتاب وعلى تنميه الثقافه البصريه لدى مقتني الكتاب. لما تقول فالبنيه الجرافيك، كلمه البنيه الجرافيكيه للكتاب المطبوع. لما تقول انه نابع من مصمم يدرك معنى الاتصال البصري. لما تقول توظيف الابداع التنظيمي. وعندما توصل للاستثمار المعرفي لقيمه الكتاب المصري، الحقيقه لما عرفت كم هم دول اطمنت قلت لها كمل. يمكن هي ما تعرفش ان انا وقفت قدام الحاجات دي، انما ده فعلا اللي حصل بالنسبه لي. الحقيقه اختيار الكلمات حتى لما تقول الابداع التنظيمي، كلمه الابداع التنظيمي دي في تخصصنا بالفعل، لان التصميم الجرافيكي هو ابداع تنظيمي. يعني حصل مثلا كان في كتاب انجليزي هو كان عن الجرافيك ديزاين في عصر الكمبيوتر. الكتاب ده قريته وانا بعمل ماجستير في السبعينات القرن الماضي، انا راجع على الوزاره. صدمتني اول جمله، بيقول لما نتكلم عن الجرافيك والرسم التوضيحي في الكتاب نحط الفن على جنب، لأن الرسم التوضيحي ليس فنا. أنا اتخضيت. قابلت بالصدفة يومها بالليل أستاذ الأساتذة حسين بيكار، فبقول له يا أستاذ بيكار، هو كان له طريقة ظريفة كلام كده، قال ايه يا واد في ايه؟ قلت له في كتاب بيقول كذا كذا كذا. قال لي ده كلام فارغ. قلت له ده مرجع، قال لي لما يكون ايه؟ احنا النهارده سيبك من الكتب حتى. انا بتكلم في حته رسم التوضيح. هو ريمبرانت عمل ايه؟ مش رسم حاجات من الكتاب المقدس؟ قلت له اه. قال لي طب ما ده رسم توضيح. فنانين عصر النهضه عملوا ايه؟ كلها حاجات قصص من الكتاب المقدس او معلومات او الى اخره. فده رسم توضيح مش فن ده؟ قلت له فن. قال لي ده كلام فارغ. الكتاب بقى بيقول ايه؟ مش هيعتبر رسم التوضيح فن الا اذا كان نوع من الابداع الموازي وليس ترجمه للنص المكتوب، غير كده ما يبقاش فن. لأن الفن تعبير حر بيعبر عن وجهة نظر المبدع، وفي نفس الوقت إيه؟ الرسم التوضيحي بيعبر عن فكر آخر أو بيترجم فكر آخر. المهم سافرت إيطاليا بعد كده، لقيت كتاب عنوانه لفت نظري يعني عن التايبوجرافي. بس بيقول إيه بقى؟ كيف يصبح التيبوغرافية بالطلياني شعر؟ فازاي يبقى شعر؟ فكتب ان ممكن الحروف الطباعية والمنسق او المنظم او مخرج الكتاب اختارها لكتاب شعر مثلا، فممكن نقرا الشعر من خلال الحروف، وإن الحروف ممكن تكون معبرة زي النص المقروء أو زي الفكر بتاع الشاعر اللي كتبه. ففي وجهة نظر أخرى. لما تقول بقى إبداع تنظيمي هنا، لأن هي عملية نظام
ولكن لتحقيق إبداع. هي موضوع الرسالة موضوع يهمنا ان احنا نتابعه، ويهمنا ان احنا نشوف التوصيات ونعمل بيها عشان ننمو بالكتاب، ننهض بالكتاب. هي مرسيل عرفكم بيها، طبعا انتوا عارفينها كلكم، مرسيل عايز الشربين، هي خريج كلية فنون جميلة جامعة المنيا، دفعة 99 قسم جرافيك، وبتعمل في مجال جودة التربية والتعليم، واخدة دبلوم دراسات عليا 2010 في قسم الجرافيك في الكلية عندنا هنا، ولها خبرة في مجال التصميم الجرافيكي وتبسيط العلوم من خلال العمل في مركز سوزان مبارك استكشافي، وبتشتغل كمعلم في مجال الطباعة الورقية. وبالتالي فالبحث في صميم تخصصها، ومهم ان هي تقدم بحث في هذا المجال. طبعا انا يسعدني ويشرفني ان انا كان مشاركي في الاشراف، ويمكن كان عليه العيب الاكبر، دكتور حمدي ابو المعاطي الاستاذ في قسم الجرافيك ونقيب الفنانين التشكيليين، وان يزاممني على المنصه الاخ والصديق والفنان استاذ الدكتور تامر عبد اللطيف، واستاذ اصلا في جامعه حلوان كليه الفنون التطبيقيه، ولكن هو الان عميد كليه الفنون التطبيقيه جامعه بني سويف. وطبعا يعني نورت الجلسه الاستاذ الدكتور رامي القصري الاستاذ بقسم الجرافيك شعبه فن الكتاب ووكيل الكليه للدراسات العليا السابق. الان مع الباحثه تفضل فعلا في موضوع الرساله بتاعتي. في البدايه اقدم الشكر لله الذي وضع في قلبي حب العلم والتعلم، ودعم خطايا في طريق البحث والاستكشاف، وذلل الكثير من الشدائد والمصاعب، فأرسل لي قامة من الأساتذة الأجلاء عونا وإرشادا، قدموا لي الدعم والنصح وأناروا لي دربي. لذا فمن دواعي فخري وامتناني يشرفني أن أتقدم لهم جميعا بأسمى آيات الشكر والامتنان. وأخص بالشكر والامتنان أستاذي الدكتور محمد حازم فتح الله، أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ونائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، وذلك لتفضله بالإشراف على هذا البحث مشرفاً ومقرراً، فهو مثالاً للعالم المستنير المتواضع والأب الذي أخذ بيدي وساندني حتى أرشدني إلى الطريق الأمثل لإنجاز هذا البحث، فله مني كل التقدير والعرفان. كما أتوجه بخاصة الشكر لأستاذي الدكتور حمدي صادق أبو المعاطي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ونقيب الفنانين التشكيليين مشرفاً على البحث، لتعاونه المستمر وإسراؤه لي بالملاحظات والخبرات، فقد كان خير عوناً لتقديم هذه الرسالة على هذا النحو. أيضاً أتوجه بالشكر لكل من الأستاذة الدكتورة رانيا علي محمود الحصري أستاذ الجرافيك ووكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان والأسبق، والأستاذ الدكتور تامر عبد اللطيف عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف ورئيس قسم الإعلان والدعاية بكلية فنون تطبيقية بجامعة القاهرة، وذلك على تفضلهما بقبولهما مناقشة البحث وإبداء ملاحظتهما القيمة والمساهمة في إسراء هذا البحث. كما أتقدم بالشكر لجميع أعضاء الهيئة الموقرة لقسم الجرافيك برئاسة الأستاذ الدكتور بدر الدين عوض رئيس قسم الجرافيك. أيضا أتقدم بالعرفان والتقدير لكافة أعضاء هيئة كلية الفنون الجميلة بالزمالك بعمادة الأستاذ الدكتور السيد قنديل. وعلى الصعيد العائلي أتوجه بالشكر لوالدي ووالدتي اللذان أنشأني على الاجتهاد والمثابرة والصبر،
وحفزني على البلوغ لأسمى الدرجات وقدم لي الدعم والنصح والإرشاد. أيضا الشكر لأخي وأختي اللذان كان لي أمثلة حية للتميز والتجديد والتطور. وأخيرا الشكر لزوجي وابنتي الذين تغاضوا عن تقصيراتي وتحملوا الكثير من أجل تحقيق وجهتي في العلم وحلمي في إتمام هذه الدراسة. أقدم لحضراتكم هذا البحث رغبة في تأكيد وتوطيد دور التصميم الجرافيكي في الكتاب المصري المطبوع، وتطلعا إلى منتج جرافيكي ذي جودة عالية، وسعيا لتنشيط إنتاج ونشر وتوزيع الكتاب المصري المطبوع محليا وإقليميا وعالميا طبقا للمعايير الدولية التي تصبو إلى وضع معايير للكتاب المصري المطبوع من خلال تلك الخبرات، ليعود على المجتمع المصري بغنى ثقافي زاخر يؤثر على تذوقه وسلوكه. فهناك أهمية متزايدة لتطوير الجرافيك في الكتاب المصري المطبوع بكافة تفاصيله ومراحله وأنواعه، ليس فقط لتنشئة جيل أكاديمي دارس ومتخصص يدرك أصول وأساسيات العلم والمعرفة ليكون على أعلى مستوى من الإتقان والإبداع والتميز، وإنما أيضا لتعميق الشعور المحلي والإقليمي والدولي بأهمية مصر كمركز للإشعاع الفني والثقافي وكمصدر أساسي للحضارة الفنية الإبداعية التي تتجلى في الآثار الفرعونية بصفة خاصة والتاريخ المصري بصفة عامة. ومن ثم تحرص مختلف النظم المجتمعية على تحديد مستويات معيارية تهدف إلى الوصول لرؤية واضحة للمدخلات والمخرجات وإلى تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك للعمل على توجيه العمل الفني الثقافي الجرافيكي كي يكون عملاً مؤسسياً تتحد فيه الأهداف وتتوزع المسؤوليات وتتشكل الأدوار وتتبلور المسؤولية المحاسبية من خلال الاحتكام إلى مرجعية المعايير بوصفها الأداء الذي يتم الاستناد إليها في تحقيق الموضوعية وترسيخ الشفافية في الحكم على الإنجازات وتقويم الأداء. فقد أصبح استمرار التطوير والتقويم سمة أساسية من سمات العصر، وأضحى تطبيقهما واستحداث آليات لتفعيلهما ضرورة لا غنى عنها في كل مناحي الحياة تحقيقاً للجودة ومواكبةً للتغييرات المعاصرة والمستقبلية. ملخص البحث: يهدف البحث إلى دراسة أسس ومواصفات وسمات التصميم والإخراج الفني الجرافيكي للكتاب المصري المطبوع للوصول إلى قياسات ومعايير جودة جرافيكية معتمدة فنياً، مما استوجب دراسة المخطوطات الفرعونية والقبطية والإسلامية بهدف تلمس السمات الشائعة في تصميم وإخراج المخطوط للتوصل إلى المعايير العامة التي كانت تتبع في تنفيذ وتصميم وإخراج المخطوط المصري، ومن ثم الكتاب المطبوع المصري الذي كان بمثابة التطور الطبيعي للمخطوط بعد أن ظهرت وانتشرت الطباعة. كما عني البحث بدراسة المعايير والضوابط المنهجية لوضع قياسات ومعايير جودة جرافيكية للكتاب المصري المطبوع، وكذلك عرض أنواع المعايير الدولية وأمثلة خاصة بالكتاب المطبوع والجرافيك وفوائد استخدام معايير جرافيكية للكتاب المصري المطبوع. أيضا تناولت الدراسة المجالات الثلاثة الرئيسية المؤثرة في صياغة وإنتاج الكتاب المطبوع جرافيكيا من وجهة نظر الباحثة، وهم: أولا مصمم جرافيكي يبدع ويبتكر في ظل مقومات وعوامل ومعايير تؤكد على مدى تأثير مهاراته الأكاديمية وموهبته الفطرية وتشبعه ثقافياً من موروثات ومستحدثات بصرية، لتعمل على تطوير وإنماء قدراته على التفاعل مع النص الكتاب ليقوم بترجمته بصرياً في اتجاه موازي لمفهوم وأهداف النص، حتى يستطيع ممارسة التصميم الجرافيكي بحرفية ومهنية عالية الجودة والتقنية. ثانياً التصميم أو المنتج الجرافيكي يعمل على أرض أفكار المؤلف بأفضل صورة ممكنة ليلعب دوراً أساسياً في تسهيل القراءة والقدرة على الإيضاح لمحتوى الكتاب، ويشمل هذا التصميم غلاف الكتاب وصفحاته التي تتناغم فيها الرسوم التوضيحية والنصوص بتخطيط صفحات متنوعة ومبتكرة حسب نوع الكتاب وشخصية مصممه والخامات والأجهزة وإمكانيات بيئة العمل سواء الداخلية أو الخارجية. ثالثاً بيئة العمل الداخلية أو الخارجية تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في الصورة الأخيرة للمنتج الجرافيكي، حيث تعمل البيئة الداخلية من خامات وأجهزة ومعدات وخلافه على توفير الوقت والمجهود، بينما تؤثر بيئة العمل الخارجية من تشجيع وتحفيز الدولة والمؤسسات والهيئات وخلافه
على انتشار ثقافة اقتناء الكتاب المطبوع على مستوى أفراد طبقات المجتمع المتنوعة، وتوفير السبل لتوزيع الكتاب المطبوع والتشجيع على القراءة. وكان لابد من تعريف الجودة ودورها وأهميتها والجهات المانحة المختصة عالمياً ومحلياً، وذلك قبل الإبحار في استخلاص قياسات جودة معتمدة فنياً للكتاب المصري المطبوع. ومن ثم اختتم البحث بدراسة ميدانية واستطلاعية لاستخلاص معايير وقياسات جودة جرافيكية للكتاب المصري المطبوع، ووصفها وصفاً دقيقاً مما ساهم في التوصل إلى النتائج والتوصيات بنهاية البحث. وعليه قد جرت كيفية إجراءات البحث مسبوقة بالعناوين التالية: الفصل الأول: نبذة تاريخية عن أهم المعايير العامة الجرافيكية للكتاب المصري المطبوع. وقد تناولت الباحثة خلال الفصل الأول التعريف بالمعايير ونشأتها وأهميتها والإرهاصات الأولى لنشأة معايير خاصة بفنون الكتاب المطبوع، فضلاً عن نشأة الكتاب في مصر ودراسة تطوره من المخطوط إلى المطبوع وأهميته ومواصفاته وسماته العامة والجرافيكية. الفصل الثاني: المعايير الجرافيكية العامة للكتاب المصري المطبوع في العقد الأخير. في الفصل الثاني تم تقديم الأسس والمراحل المنهجية لوضع معايير وقياسات جودة جرافيكية للكتاب المصري المطبوع، وتقديم أنواع وأمثلة على المعايير الخاصة بالكتاب المطبوع وأخرى خاصة بالجرافيك المعتمدة من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، مع توضيح فوائد استخدام معايير وقياسات جرافيكية للكتاب المصري المطبوع. وكذلك تناولت الباحثة دراسة بعضا من المجالات الرئيسية المؤثرة في إنتاج الكتاب المصري المطبوع، وهي المصمم الجرافيكي والمنتج الجرافيكي وبيئة العمل الداخلية والخارجية لوضع معايير وقياسات الجودة. الفصل الثالث: الوصول إلى جودة المنتج الجرافيكي في الكتاب المصري المطبوع. تعرض الفصل الثالث إلى تعريف الجودة وأهميتها والجهات المانحة، وذلك بهدف استخلاص معايير جودة جرافيكية للكتاب المصري المطبوع من خلال دراسة مسحية ميدانية تضمنت إجراء استبيان إلكتروني لعينات من الدراسة المكونة من فئات الجمهور العام الغير متخصص وفئات الخبراء والمتخصصين، ومن ثم إجراء تحليل نتائج هذا الاستبيان للخروج بمجموعة نتائج خاصة بتلك الدراسة المسحية. وأيضا تضمنت لقاءات مع فنانين وأساتذة أكاديميين متخصصين. الفصل الرابع: دراسة ميدانية للوقوف على المعايير الجرافيكية التي تهدف إلى جودة الكتاب المطبوع. تم الاسترشاد بالاستنتاجات الميدانية والنظرية التي أدت إلى التوصل إلى وصف معايير وقياسات جودة جرافيكية للكتاب المطبوع المصري للمجالات الثلاثة المقترحة من قبل الباحثة، وتم من خلالها وصفها وصفا دقيقا بما يتلائم مع المجتمع المصري وقيمه وتوجيهاته. النتائج: توصلت الباحثة إلى أن هناك سمات وخصائص ارتبطت بإنتاج الكتاب منذ أن كان في شكل بردية ملفوفة حتى أصبح كراس، إلى أن تم تجميع عدة كراسات وأصبح كتاب مخطوط ومن ثم مطبوع. خلالها تطور شكل الكتاب، وبالتالي اختلف الإخراج الفني والجرافيكي له باختلاف العصور وتزامنها. 2. الفن الفرعوني تميز بثباته ورونقه المتميز، حيث كان الفنان الفرعوني ناكرا لذاته في سبيل إبداع وابتكار فنه المثالي، في غير مبالي بذاته في تعبيره عن مشاعره الخاصة بخطوطه وتقنياته البديعة، ولكن مفضلا الإبداع في منهجية منظمة كان يتبعها فنان هذا العصر. 3. توصلت الباحثة من خلال الدراسة إلى وجود ضعف عام في تصميم الجرافيك للكتاب المصري المطبوع، يرجع لعدم الاعتماد على الأساليب والتقنيات الحديثة في تصميم الكتاب المطبوع وتطبيق نظم المعايير والجودة. 4. تحقيق جودة التصميم الجرافيكي يتم من خلال تنفيذ معايير وقياسات جودة فنية أثناء تنفيذ العمليات الوظيفية والإبداعية المختصة بإنتاج الكتاب بشكل عام والمصري بصفة خاصة، والتأكيد على تطبيق معايير الكتاب وجودته. التوصيات: 1. إنشاء أكاديمية للتنمية المهنية للمصممين الجرافيكيين، وذلك للأخذ بمدخل المعايير القومية للجودة الجرافيكية لتطوير التصميم الجرافيكي ليكون من أهدافها.
مسؤولية الارتقاء بمهنية العاملين في مجال التصميم الجرافيكي وتعميق فكر وفلسفة معايير وجودة التصميم، تفعيل المعايير القومية لكل فئة من العاملين بالتصميم وقواعد التقدير المتدرجة لمستويات المصمم التي أشارت إليها الباحثة سابقا في معايير المصمم الجرافيكي ووضع المتطلبات التدريبية اللازمة لكل مستوى، تقييم برامج إعداد المصمم الجرافيكي وإجازتها في ضوء متطلبات المعايير والجودة، إعداد دورات تدريبية متطورة للمصممين للتأكيد على القيم التصميمية بمفهوم المعايير والجودة، اعتماد الجهات التي تقدم برامج تدريبية للمصممين وفقاً للشروط الجودة المعلنة من قبل الأكاديمية وبما يحقق المعايير القومية. 2. إنشاء هيئة اعتماد قومية للمعايير وجودة للتصميم. يجب أن يتوفر بها أن تكون هيئة وطنية اعتبارية مستقلة وغير هادفة للربح، يمثلها كوادر ذو خبرات في مجال المعايير والجودة طبقاً لكل تخصص، قسم للإعلام والتثقيف في مجال الجودة والمعايير الجرافيكية، حيث أن الإعلام وسيلة هامة في النجاح على خلق ثقافة مجتمعية، مراعاة العمل بالقياسات الفنية المعتمدة في إنتاج الكتاب المصري المطبوع بداية من المناهج الدراسية الأكاديمية المتخصصة في تصميم وإخراج الكتاب المطبوع، مروراً بالتنمية المهنية والتدريبات التقنية المتخصصة في مجال التصميم الجرافيكي للكتاب المطبوع المصمم الجرافيكي. 4. إعداد دليل لاستخدام وثائق المعايير والإفادة منها على مستوى التطبيق، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. وفي الختام، أرجو أن أكون قد نجحت في المشاركة بقطرة صغيرة في محيط العلم الواسع بتعضيدكم ومساندتكم وتشجيعكم. شكرا. شكرا للباحثة. والآن يعني طبعا مهما كانت الرسالة، ولكن الكمال لله وحده. فدلوقتي يعني حساب الملاكين، في ملاك اليمين وملاك اليسار، ربنا يستر. امين. نبدا الاستاذ الدكتور تامر عبد اللطيف، اتفضل نقل البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لازم اقضي سعادتي بوجودي في كليه فنون جميله، يعني بقيت خلاص بعتبر ان هي بيتي تاني، وسعادتي اكتر طبعا بوجودي جنب اساتذه افاضل اكن ليهم كل الاحترام والتقدير، كلهم طبعا علامات في مجال الجرافيك وفي مجال الفن التشكيلي، استاذ طبعا استاذ الدكتور حازم فتح الله واستاذ الدكتور حمدي ابو معاطي وطبعا الاستاذه الدكتوره رانيا قصر. فاشكرهم انهم سمحوا لي اكون موجود يعني معاهم على نفس المنصه، شرف كبير. احنا بنتشرف. البحث انا بشوف انه من البحوث الجيده جدا ومهم، زي ما قال الاستاذ الدكتور حسن حضرتك اعتمادا على انه الكتاب المطبوع يمكن كانت فتره من فترات يعني ظلم ومحل الى حد ما، لكن من خلال مشاهداتي وخبرتي في الفتره الاخيره ابتديت اشوف انه الكتاب ابتدى يرجع تاني، لانه في جيل من الشباب قاعد ابتدى يرجع تاني يقرا، وبالتالي فكره الكتاب المطبوع مش الكتاب الديجيتال فمن الاول الالكتروني اصبح ليه اهميه، وهنا يبقى البحث اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ليه اهميه كبيره. احب اولا اشكر الباحثه على مجهود كبير جدا 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 اللي عملته في البحث، واللي واضح وانا عرفت ان طبعا الدكتور حمدي كان قد كده مرتين واتشال منه حاجات كتير طبعا، لانه هو الباحث دايما يعني بيبقى عنده نوع من الطمع الحميد، يعني ان كل المعلومات اللي بيصل لها بيحاول يحطها في البحث بتاعه وما بيحبش يستنى عنها، يعني بحيث ان هم اولاده يعني لو شفتوا صفحه بيبقى بالنسبه له حاجه كبيره.
احب اشكر الدارسه كمان على العرض الهادئ اللطيف اللي انت عملتيه، واللغه العربيه الاصيله اللي انت اديتيها العرض مع كمتوتره ما اعرفش ليه. طبيعي هو شيء طبيعي يعني يعمل بحث كويس ومش داعي للتوتر خالص يعني. هقول لك على بعض الملاحظات اللي ممكن تكون طبعا زي ما قالت الدكتور من حازم، طبعا الملاحظات اللي احنا بنقولها كلها ليست تقاصر من المجهود اللي اتعمل، انا حاسس انها باسراء البحث ونحاول ان شاء الله زياده جودته يعني. هقول لك بعض الملاحظات السريعه انه اولا لما نبص لتوازن الفصول اللي انت عملتيه من اربع فصول غير متزنين، لما بنقول التوازن لانه يبقى في تقارب في عدد الصفحات مش تساوي. لكن انا لو جبت مثلا الفصل الاول 89 صفحه، الفصل الثاني 47، الفصل الثالث 60 صفحه، الفصل الرابع 35، وبالتالي في تفاوت بقى كبير مفيش توازن. ويمكن الفصل الاول انت اعتمدتي اكثر على الجزء التاريخي فده زود الفصل زياده. دي من الحاجات اللي انا كنت برضه شايف انك ممكن يعني تستغني عنها في الجزء التاريخي مش مهم قوي. كان ممكن يتم اختصاره الى حد ما، كان حقيقة ممكن يضبط معاكي عدد الصفحات. حاجه ثانيه انه انت طبعا برضه لجأتي لعدد كبير جدا من المعلومات وكنت مهتم ان تحط كل المعلومات. فالتنسيق بتاع البحث كان محتاج اعاده نظر في جزئيه انه يمكن بعض الجمل وبعض البراجرافات اللي انت استخدمتيها كان ممكن تقسم الى يعني باراجراف كبير ممكن يقسم الى عدد اصغر من البراجرافات بحيث انه يبقى مفهوم اكثر. يبقى عندي ما يسمى العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي وما الى ذلك. انت خليتك انك تحطي كل المعلومات ونسيتي وانت فاهماهم، لكن اللي بيقعد يقرا بيبقى محتاج شيء من التنظيم. ده سهل المتعامل. ده سهل المتعامل. لو انت تقريها ان شاء الله بعد المناقشه كده بهدوء هتلاقي ان ده ممكن يعمل ببساطه. في بعض الاخطاء الإنجليزية لما نتيجة السرعة أنا على التاريخ عليهم هنا وممكن يعني لما تاخد حتى هتشوفيهم بشكل واضح. بصي أنا عندي حوالي 300 معلومة يعني ملاحظة هقولهم بصراحة. 300 من كام بقى؟ من 100 في صفحة زال دفتر البحث أنا مقدمة على طول اللي حكيتي مجموعة من المفاهيم سلسلة موضوع البحث بس ما ذكرتيش أنت المفاهيم دي بتديها منين؟ يعني إيه المرجع بتاعها؟ ليها مراجع، مراجع عالمية. أكتبها اكتبها يعني؟ انا على اساس ان هي خطه بحث فما حبيتش اعمل فيها مراجع. لا حتى لو هي البحث تكتبي خطه ده منين؟ لانه ده يعني لا دي مراجع عالميه انترناشونال يعني معروفه. طيب تقولي لي الخطه بعضهم جوه البحث. لكن انا اقصد انه خطه البحث اصبحت جزء من الرساله بتاعتك، لازم يبقى كل حاجه كل معلومه هنا موصله. انا كان في اعتقادي ان انا في خطه البحث ما ينفعش ان انا اكتب فيها مراجع، انما لا حاضر. لا لا لازم. طيب اوكي حاضر حاضر. في اهميه البحث واهداف البحث لما قريته حسيت ان هم متشابهين الى حد ما. احنا عارفين طبعا الاهميه بتبقى يعني بعض يعني بعيده المدى او اراء بعيده المدى، والاهداف هي قصيره المدى بتاعت البحث. هنا في خلط شويه ما بين ممكن يعاد تنظيمه بحيث انه يبقى فيه فرق بين الاثنين شويه. حتى في بعض الجمل مكرره تقريبا هي في حدود البحث الحدود الزمنيه في كتابه القرن العشرين وحتى الان ده كتير جدا. اعتمدت على انك تتكلمي بشكل تاريخي. لكن القرن العشرين وايه؟ يعني القرن العشرين كله من اوله ولا لازم تحددي تاريخ؟ في الدراسات السابقه انا ما جبتش غير دراستين مظبوط كده؟ حتى دراستين بس الدراسات السابقه. في دراسه مهمه جدا اتعملت في كليه فنون تطبيقيه قسم الاعلام في 2016 كانت بتتكلم في
موضوع قريب جدا من الموضوع ده. الرساله كان رساله ماجستير عنوانها معايير جوده الاعلان المطبوع. معايير جوده الاعلان المطبوع درسها نهله جديده. فاعتقد لو كنت كاتبها كانت هتبقى مفيده جدا في الموضوع ده. هي في صفحة 12 أنا لقيت حاجة ما قدرتش أخلصها. خليني أشوف الرابع اللي هو قبل الأخير. أنت بتقولي إنه على أسباب سماحة الكتب تواجه العديد من التحديات والسلبيات، وبعد كده سماحة الكتاب لما بعض المشكلة الأساسية زي كان الكتاب بيستغرق عدد صفحاته 400 صفحة بالورق الفاخر يتكلف نحو 10 جنيه. ده إمتى ده؟ ده كلام دكتور محمد فتحي علي يونس. هو اللي مسمع كلامه عشان المرجع انت خدت منه كويس. اكيد مرجع قديم، انت ما كتبتيش المرجع والتاريخ هنا. 10 جنيه دي في الستينات زي ما الدكتور حاسب يعني. فهنا معلومه لو احنا سيبناها زمان كده معنى كده ان في 2019 كان 400 صفحه بيساوي 10 جنيه. ده طبعا مستحيل الورق الفاخر. هذا المبلغ لم يعد مرتفعا بالنسبة لعصرنا. عصرنا الحالي. يعني هو موجود دلوقتي بس مش كتير يعني. ده البرنار بيتكلف حتى 100 جنيه. بالظبط. لا كتير جدا طبعا. برضو الباراجراف اللي بعده بتقولي في السطر الثاني فنجد الفقرات ليست مكتوبة جيدا لدرجة انك لا تعرف بداية او نهاية الصفحة. برضو لا اعتقد كان ممكن لو اتكلمنا في انه ده في الستينات كان ممكن اقول يعني ممكن شويه الامكانيات التكنولوجيه مش موجوده، لكن دلوقتي احنا بنقدر نعمل ده بشكل كويس. فارجوكي راجعي الفقرات اللي هي المراجع القديمه دي وصححي الحاجات دي لانها يعني خطيره جدا. نفس المعلومه في صفحه 13 هنا بقى في كتابتي المرجع بتكلمي على انه يعني الدكتور محمد شحاته مدرس كويس منطقه خارج جامعه حلوان بيقول بقى تراجع شكل الكتاب والقصه المطبوعه اخراجيا في بلدنا. الكتاب ده سنه 91 وبالتالي برضو المعلومه قديمه كويس. والكلام المكتوب يمكن كان صالح فعلا سنه 91 لكن مش صالح النهارده. فكنت خلي بالك من الموضوع. فانت كتبت ان هو مدرس بكليه الفنون التطبيقيه كويس. هو دلوقتي استاذ عبد المعاش يعني اعمل ابجريد. لا لا انا اقصد ان في حاجات ممكن يعني علمناها عليها وسيبها وهي فعلا تكتشفها يعني. لا بس احنا من 80 كنت مركزها يعني انت ما سبتش. انا دوبك كنت 6 7 بس صح؟ لسه 250 لسه. ايوه انت كتبت المرجع الاول للاستاذ الدكتور حمدي ابو المعاطي وما كتبتيش الاقيه فين؟ يعني انا عايز ارجع للمرجع ارجع له ازاي؟ لازم تكتبي ده النشر مكان النشر او هي رساله مالوش دعوه بالتدريسي او كده. عشان لو انا عايز ارجع للمرجع ده اعرف اوصله بسهوله. انا وقفت عنه عشان ده بتاع المشرف بتاع البحث ما ينفعش. انا دورت الحقيقه فيه بس ما كانش ليدر نشر، هي كانت عباره عن نبذه. لا لانه الكتاب كان كتاب تدريسي بالدراسات الاولى فانت ممكن تكتبي ان ده يعني منهج تدريسي لدرجه الدراسات الاولى. بصي بقى صفحة 26 لصفحة 47 ده جزء تاريخي كبير جدا. انا شخصيا بشوف انه مش مهم في البحث ده وكان يمكن الاختصار كده. ده تخلى من 26 ل 47 ده كان لحد 100
كان 26 دقيقة. فده يعني أنا أشوف إنه ممكن يختصر كلام أكثر من كده. الفصل الأول يعني شوية قربوا من بعض شوية. صفحة 53 بتتكلم عن البعد الاقتصادي والبعد البصري والبعد الارجانومي البعد البصري دي انا اعتقد انها تبقى البعد الارجانومي مش البصري لانه يعني الحاجات اللي انت ذكرتيها هنا ليها علاقه بالارجانوميه اكتر من البصري فقط. مش هما مش 300 يعني هما قالوا كده كتير بس هذه حاجات مركزه وبعد كده هنجري. ما هو ده يهمك خد وقت خد وقت كبير. خلينا 400 شغالين. انا عندي كتير. بص ما عندك. 54 و55 انت حاطه هنا شكلين كويسين جدا. بس انا معترض بس على العنوان اللي انت كاتباه مكونات الكتاب المصري المطبوع. وهم اوريدي كتب اجنبيه يعني حتى واضح انه يعني بشكل بالانجليزي والشمال وما الى ذلك. فخليها مواصفات الكتاب مواصفات الكتاب الموضوع موديل المصري عشان ما نبقاش يعني ده مش مصري على اساس ان هو تقريبا نفس المواصفات مش مختلف كتير يعني خلاص يبقى الكتاب معلش بس الكتاب الموضوع عموما الكتاب الموضوع صفحة 61 الشكل رقم 24 بدون مرجع بس يعني رقم 2 بس ما لقيتش رقم 2 موجودة تحت وكنت أتمنى منك إنه الشكل 24 و25 يعني توعيد السيارات الثاني كمان بشكل يدمجهم مع بعض لان دي من الحاجات المهمه جدا اللي كان ممكن انت تتدخلي وتعملي شكل تخطيطي جديد بتاعك انت لضم المعلومات الموجوده في الشكلين اعتقد ده كان من الحاجات هتبقى ناجحه او تعرف الاثنين وتقول هي المصور بتاعها بالظبط مصور تاني حاضر الموتيفات دي تتحط الوحدات في اول وحده يعني بالظبط التركيب الوحدات او التشيك دي حتى الكيمياء زي بس لازم تكون باللغه العربيه نفس الحكايه في صفحه 67 بتقول
بتقولي يصطف الحكاية كتاليست الفنان العربي الصبان الأمريكي. فين الاسم وفين الصفة؟ أنا ما عرفتش فنان العربي اسمه ولا هو اسمه الصبان المغربي. الصبان المغربي بس هو ما تحطش كوتيشن. ما تحطش كوتيشن. حاضر. صعبي علينا دي. حاضر. هو استاذ كراتيب شفتها بتاع استاذ اللي هي ازاي؟ ماشي. الصبان المغربي. لاحظت انه ما بقتش عارف مين فيهم الصفر ومين فيهم يعني المغربي ولا العربي. اوكي. تمام. 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 من صفحة 69 لغاية صفحة 73 يعني انت موجود شايف كويس جدا. الجزئية دي تتابع عن الفنانين الجزئيين اللي قاموا برسم في الكتب. دي جزئية كويسة جدا كنت اتمنى انها تتاخر كده شوية. فده ما بقول لك اشكرك يعني. اسالي بس صفحة 72. 72 انت ليه ميزت غلاف السكرية عن الثلاثة الأول؟ أربع نماذج ميزة السكرية ما لقيتش في النص ما يدعو إلى تمييز غلاف السكرية. عندي سبب؟ هي حتة يعني شكل شكل تنسيقي مثلا؟ مش أكتر من كده شكل تنسيقي. خلينا نقول يعني ده قصدي إن طالما ما فيش ما يدعو إنك أنت تميزيه في النص. أو تخلي الثلاثة بانوراما كده والصورة تحت منهم. لا ممكن بالحجم ناخده مع جنب بعض. لا ما انا لسه بقول يا سلام يا فوز بيه. صفحة 83 تجمع السمات الكافيه صفحات المجموعة لأول في آخر صفحة تقديم لتوزيع صور وكلمات وصور تانية على مدى الصفحة. النص الكتير ده بنقول عليه النظام القطري وده طبعاً بيستخدم مش لتوزيع صور لكن بيستخدم لاختيار القطع داخل الصفحة أكثر منه إنه يحط نص صورة. لكن أنت عايز تقول نص صورة لازم تحط نماذج زي ما أنت حطيت بعد كده صفحة 85 للعلاقات الشكل الصورة والأعمدة وما إلى ذلك. أقول لك على ملاحظة عامة كمان إن الخلاصة دايماً دايماً بتعملوا خلاصة لكل فصل قليلة أوي يعني محتاجة تدعميها أكتر من كده. فأنت الخلاصة المختصرة يعني لا محتاجة الخلاصة تبقى مدعمة تنفيذات تبين لي المعلومات الأساسية اللي موجودة في الفصل اللي أنت بتتكلم عنه. في صفحة 94 في الواقع الأولاني بيبقى الكلام بتاع التوحيد المعياري لويكيبيديا. الويكيبيديا للاسف احنا يعني دايما بنقول ان هو مش مرجع موثوق فيه فيعني لو لقيتي المعلومه دي موجوده في اي مرجع تاني يعني الويكيبيديا مش مرجع. حاضر. ارجع للاصل. لو ترجع للاصل الريفرنس اللي هو موجود. حاضر. في صفحه 97 عمل مجهود كويس جدا بس يحتاج بعض الشرح. لما بنيجي نتكلم عن خصائص طبع الطباعه، خصائص طبع الكتابه والطباعه ذكرت بعض المفاهيم وبعض الحاجات اللي ممكن الناس العاديين ما يفهموهاش. خشونه ملي على قف مش مفهوم ده ازاي يعني. هي دي مواصفه محطوطه فعلا في هيئه الاعتماد والجوده فدي مواصفه انا نقلها زي ما هي مكتوبه. كويس. انا فاكر ان احيانا لو بحثت فيها كده كويس لازم يفهم
انا عاوز يعني توضيح يعني بعد ما احط المواصفه اشرح ايه اللي جواها. ايه هو ده يعني؟ حاضر. ميم لام شرطه قاف دي تعني كذا. انا حاطاها كمثل بس يعني للمواصفه خاصه بالورق يعني كمثل الجوده يعني. طالما حطيتيها في البحث لازم تبقى واضحه، لازم الناس تعرف. يا اما ما كنتيش ذكرتي كل ده وقلت الناس ارجعوا للمواصفات في حته فرعيه. صفحة 101 في حتى بعض التعليمات والمواصفات اللي المفروض بالقواعد الأدبية بس مش واضحة للأسف. يعني شايفها حاجات كويسة بس للأسف يعني محتاجة مثلا يعني حاجة كبيرة عشان نعرفها. لو تقدر تكتب أكبر من كده كويس. حطها بالعرض في صفحة كاملة. حاضر. ما هي بالعرض كده خليها بعرض الصفحة عشان تبقى مقروءة يعني. تقريبا تبقى مقروءة يعني. طيب. احنا كلنا عنينا يعني. احنا كلنا دكتور حازم نظرنا ما شاء الله يا عادل. بص صح فين؟ ما عادل دكتور. لا انا مضطر بس انا بحاول ان انا اعمل شيء. صفحة 102 و 103 حطيت في صفحة 102 الـ ISSN وترجمتي المفاهيم بتاعتها. صفحة 103 حطيت الـ ISSN وما ترجمتيش. صفحة 105 حطيت لغاية صفحة 111 ده موجود كويس جدا بس كنت عايز اشير الى انه المعايير الخاصه بالجرافيك اللي انت ذكرتيها هنا دي اللي احنا بنمر عليه الكوربريت ايدنتي بوك او الكوربريت ايدنتي مانيوال اللي بيبقى موجود للعلامات التجاريه او فيديو بشكل عام. انت ذكرت ان دي معايير عامه للجرافيك لكن ما ذكرتيش ان ده يعني موجود في حاجه اسمها الكوربريت ايدنتي مانيوال او الكوربريت ايدنتي بوك ده موجود في كل العلامات التجاريه الكبيره اللي انت حتى رجعت لها دي واحده ده منها. ده بس مشير ان ده في حاجه اسمها سي اي بوك او سي اي مانيوال. جهات المانحة طب في جهات بتحط معايير فبرضه لازم اقول الجهات اللي بتحط معايير. هي ذكرت الجهات بس يعني مش مهمه قوي ان انا اقعد اشرحها فاهم قصدي؟ انا المهم بالنسبه لي الجهات المانحة اللي انت قلت عليها هي بتحط معايير. لا معلش انا اسفه هو في جهات بتحط معايير وفي جهات بتعمل اعتماد للمعايير فدي في جهات ودي يعني دي نوع وده نوع. انا فاهم انا المهم بالنسبه لي النوع الثاني اللي هو اللي بيعتمد انا مش مهم بالنسبه لي اعرف الشرح بتاع الجهه ومعلوماتها كامله انا اعرف بس المعايير اللي هي حطيتها خلاص لكن انت هنا استعرضتي اسمائهم وجهات المميزه يعني ده المفيد في البحث هو فعلا المعايير بالظبط المعايير اكثر من الاسماء الا اذا كان في جهتين مختلفين في وضع المعايير فتذكرهم لا دي حاجه ثانيه بقى الحاجات اللي انا كنت قلت لك عليها في اول البحث يعني مثلا صفحه 135 و 136 كمان حاجه مهمه جدا انت عملتي انت حطيتي كمان حطيتيها في السنتيشن بتاعك لكن في البحث ما كلمتيش عليها باستقرار. هو انا لما كتبت كتبت 135 على مصور من جرافيتي يعني كتبت كده كلام حلو كبير كان محتاج ايقاعات تنظيمه حط في نقط او باراجرافات صغيره عشان نقدر نسترسل في القراءه. لما جيت اتكلمت بقى على المنتج الجرافيتي
او بيئه العمل، دول الحاجات المهمه قوي اللي كمان بتدي لهم مساحه اكتر من كده شويه، خصوصا في ذكرتيهم هنا وعملت ستريس عليهم، لكن في البحث انت قايلين دول الحاجات الخطيره جدا اللي كان لازم. هو كان الاستبيان معمول في الثلاث حاجات دول برضو، يعني لو حضرتك لاحظت الاستبيان كان بيتكلم عن كده، ولما عملت مقابلات شخصيه مع فنانين واساتذه يعني كان برضو الكلام عليهم، فانا كاتبه الكلام تاني غير الكلام ده عليهم. بس ذكرتي في الاخر يعني كنتيجه لل طيب ايه كان ممكن تنقلي ده معاكي اسم تشكيل تكرار ممكن جوازة من الأبواب. صفحة 154 155 لان هي اللي لقيت عنها معلومات اكتر في خلال الابحاث والمراجع اللي موجوده عندي، لقيت في يعني اهتمام اكتر على كتب الاطفال، فحبيت ان انا استعين بيها كمراجع ليا. ما اعرف انا بشوف انه التخصيص هنا مش هو كمثل، يعني كمثل واضح معروف او متداول قبل كده يعني بالنسبه للباحثين. لا هو عند حضرتك حق، كمان كتب الاطفال لها سمات مختلفه، ما هياش الجنرال بالنسبه اكيد، بس انا قدمته كمثل يعني. اي في طبعا الكتب بتنفصل لانواع عده، في كتب مدرسي وفي كتاب اطفال. أيوة وفي أيوة كتاب ادبي، كان يبقى في مثال اخر، لان كتب الاطفال احيانا بتبقى خارج ليها ليها نظام خاص يعني حسب مرحلة عمرية مش عارف في حاجة تانية خصوصية. تتكلم عن كتاب الموضوع المصري بشكل عام؟ حاضر. انت خدت الكلام برضه مع الدكتور محمد شحاته وبحث في سنه 91 يعني مش في العشرينات يا دكتور؟ ايه؟ مش في العشرينيات برضه؟ لما كان مدير حتى التعيين دي مش عشرينيات؟ يعني عشرينيات كام سنه؟ ده لما كان مدرس سنه 91 يعني حتى لو بتاخد الماده من المرجع وانت في الفوست نوت ما تحطوش كمدرس بقى، حطيت بالصفه بتاعته دلوقتي يعني. مش صفته خالص. هو ده اللي انا عارفاه عنه، ما اعرفش التطورات اللي حصلت له يعني. هو كمان يا دكتور تامر مش المفروض تحط الصفه بتاعته زي المؤلف، يعني تحط اسم الكتاب واسم المؤلف بدون ذكر الصفه بتاعته، هو استاذ ولا صرف النظر بقى هو ايه، كان وزير ولا في ملوش علاقه، وكان رئيس قسم. طبعا من صفحه بقى 165 ل 182 كانت استبيانات شايفه جدا جدا فيها حوالي 30 40 في الرينج ده. اول معلومه مش موجوده يعني، انا قعدت ادور عليها ما لقيتهاش، فلازم تبقى يذكر انه كام واحد اجاب على هذا الاستبيان. ثانيا لما اشوف 30 40 ده برضه عدد قليل يعني، كل ما كان العدد اكثر كل ما النتيجه او تيجي تكون أسلم. عموما ده ما يقللش من مجهود المعمول ونتائج المكازة اللي انت طلعاها والنتيجة الإيجابية اللي انت. هو طبعا كشكل بحثي هي غلطات كويس كشكل بحثي، وطبعا كان لو أكثر كان يبقى كان عدد بس. آخر باراجراف في صفحة 211 بتقول فيه تراجع معظم النظم العربية لتحديد السلم الوظيفة للمصمم بخمسة مستويات أساسية، بعدين لما اتكلمتي في الصفحة اللي بعدها قلت ثلاثة بس. على أساس هما ثلاثة أساسيين، لا ثلاثة أساسيين وفي حاجات إن بتوين يعني. يعني في كل الخمسة هتكتبي هنا إن هما ثلاثة. يعني في مثلا مصمم ومساعد مصمم، في مدير ومساعد مدير، فانا الثلاثه دول اساسيين والمساعدين دول انا ما كتبتش. حاضر بس.
حاضر. وضحها في الخمسة وسيب الثلاثة. حاضر. وخصوصا هي عاملة رسمة بالثلاثة. اي بالظبط. ما هو الثلاثة وبعدين الكاتا في الثلاثة مثلا لما جيت كتبت في الرسم انه الارت دايركتور ده اسمه مدير فني. لكن في العنوان كتبت مصمم خبير. خليها مدير فني زي ما هي يعني. الترجمات اللي موجودة في الشكل حطيها هي في العنوان. حاضر. صفحة 223. شكرا. 224. لدينا أربع أشكال كويسين جدا. أنا كنت بشوف برضه إن لو إحنا عملنا مجهود شوية وحاولنا إن إحنا نزيدهم في شكل واحد كان ممكن نطلع شكل واحد يبقى دليل لأي حاجة كده يجي غير ما نقعد كل نتتبع كل شكل. صفحة اللي بعدها برضه الشكل محتاج يتكلم 225 زي ما هو. السمات والخصائص دي. رقم اربعة قلت تحقيق جودة التصميم جيدة اثنين ثلاثة تنفيذ معايير وقياسات جودة فنية. طب ليه اهمهم؟ هنا هتبقى النتائج بتاعتك يعني معبرة بصدق عن المجهود الكبير جدا اللي انت عملتيه في البحث. لكن هنا النتائج مختصرة جدا 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 ممكن تكون اغنى من كده باعتمادك على المعلومات اللي انت اوريدي خدتيها في البحث. بشكرك على المراجعة اللي انت رجعت حوالي 204 مرة. أرجوك بس يعني لما نيجي نرقم المراجع تبقى كلها متسلسلة من أول مرجع لغاية آخر مرجع. يعني نيجي على كل فئة بس رقمية واحدة. أنا قعدت أجمع رقم 40 مرجع على 35 من هنا رقم 204. فأرجوك بس لما نرقمهم نرقمهم كلهم من أول. بشكرك جدا على المجهود الكبير ده. زي ما بكرر تاني الملاحظات اللي انا قلتها لا تقلل من المجهود الكبير جدا اللي عمله ولا تقلل من طبعا مجهود الساده المشرفين اللي واضح جدا في البحث وبتمنى لك دايما التوفيق. ميرسي يا دكتور. ميرسي. شكرا. شكرا استاذ الدكتور كامل. فعلا ملاحظات قيمة وتثري البحث بالفعل، لأن المناقشة كلها كانت مناقشة حارة وده دليل أن الرسالة تستحق المناقشة. شكرا يا دكتور. فالوقت جه دورنا دكتورة رانيا مع ملاك الرحمة أستاذ الدكتور رانيا القصري. اتفضل. اسمحوا لي بس اولا اشكر استاذي واستاذ اساتذتي دكتور حسن فتح الله طبعا واستاذي الدكتور محمد ابو معاطي على دعوه المشاركه في مناقشه البحث وخصوصا ابو زامل الدكتور تامر عبد اللطيف ده شرف ليا طبعا. الحقيقه يعني انا عايزه اشكرك على مجهودك اولا انت عامله مجهود فعلا ممتاز جدا واختيار الموضوع اصلا اختيار رائع بصراحه لان هو فعلا احنا محتاجين مثل هذه المواضيع في الكلام. يعني يمكن هقول لك تعليقات بسيطه ما تقللش من اهميه البحث. انت عامله جهد الحقيقه محترم جدا بس كان في حاجات بسيطه يمكن تكون فاتت مني بس هو المضمون العام بس في البدايه عايزه اقول لك ان انت عامله بتتكلمي عن معايير جرافيكية لكتاب المطبوع. طيب مش باب اولى ان انا انظم الرساله بتاعتي لان انت عندك حتت كتب معلومات شيقه جدا وفعلا
ومستخدمه مراجع فعلا رائعه وخصوصا في الحتت النظريه يعني. بس عندك حتت ما قدرتيش انك تعملي عمليه تنظيميه فدخل الدنيا مش بعضها. انا بقيت احاول اشوف يعني العلوم الايجابيه فين بالظبط. يعني انا كان بالي هالك عموما بص يعني لان خصوصا انت عامله يعني الحقيقه جهد كويس في انت يعني في بعض الالفاظ بتستخدميها فيها كده زي ما بتقولي الزبون حاجات يعني ما بكتبش طبعا الناس قصدي الالفاظ بقول ممكن العميل ممكن تلقي ايا كان يعني. طبعا في برضو بعض الحاجات عندك زي اسماء المؤلفين انت عاملاها القاب ودي المفروض ما تتحطش زي ما كان لسه بيقولي الدكتور تاني. بعض البيانات بشكل عام محتاجة تكمل تحت النماذج عندك يعني تلاقي حاجات مثلا ناقصة تاريخ ناقصة عصر معين ناقصة يعني هي في حاجات كتير عندك محتاجة انك تراجعيها في البيانات اللي تحت النماذج محتاجة تكتمل يعني. عندك صفحة 18 كتابة تاريخ اللي هو من 1919 و 1928 دي موجودة تحت شكل التلاتة انت قصدتي بيها ايه؟ انا مفهمتش تقصدي ايه؟ اللي هي تحت الشكل التلاتة كانت في العصر ده في العصر في الحقبة الفنية دي هي في الحقبة دي يعني هي هم ما توصلوش لتاريخ معين مكتوب معمول فيه فهي كانت في الحقبة دي تمام هي بس كان انت كاتبه برضه ان فيها هو ممكن ما كانش يكتب تاريخ ليه؟ لان دي كانت المرحلة بتاعت لارنوفو لارنوفو كان في نهاية القرن 19 ودخل شوية في القرن العشرين برضه بس هي كده التاريخ مش مظبوط كان مفيش داعي للتاريخ هو كان مرجع ديزاين هيستوري من مرجع اجنبي هو ده نتاج للارنوفو يعني كان اثر في المطبوعات خصوصا في الهوامش الزخرفه والحروف الاستهلال حاجات دي فايه يعني يفضل ان انا الغي التاريخ في الفتره دي يعني التاريخ مش دقيق قوي اوكي كلام اوكي في مرحلة كذا يعني ده نموذج من مرحلة كذا الارت نوفو بين قوسين كده من غير ما تحط تاريخ حاضر وبعدين انت كاتبه انواع الخطوط المستخدمة طالما كتبتي انواع الخطوط المستخدمة يعني انت كنت بتكتبي لنا ايه انواع الخطوط اللي انت قصديها هو واضح في خطين في نفس الصورة دي الخط اللي هو معمول في مربع صغير وفي خط اللي هو الكابيتال الكبير وفي خط الكتابة العادية فدول لوحدهم ثلاث انواع هي انواع الخطوط خصوصا في المرحله اللي اتكلمنا عليها يعني تعريفات الكتب فيفضل انت تجيبي المرجع الاصلي بتاعها وتبصي عشان يبقى الكلام صح حاضر طالما توثيقي في برضه عندك بتقولي يعني في حاجات بتبقى محتاجه شويه اعاده صياغه في بعض الاماكن انا الحقيقه عشان ما اخدش وقت الرساله انا كذلك يعني في حاجات محتاجه اعاده صياغه كتير يعني على سبيل المثال وليس الحصر في صفحة 19 بتقولي في سطر 2 و3 من الفقرة الثانية اللي هي بتقولي كما تعتمد استخدام الألوان على الألوان الأساسية مثل الأحمر والأسود والأبيض والأصفر الأسود والأبيض مش ألوان مثلا قاعد تقريبا ده صحيح هو الاسود الابيض مش الوان هو في الطباعه مش الوان الكراره في رساله كتير خدي بالك يعني انت بس الطباعه ترى بياخد حب حاول تبص على كل مكان اسود وابيض الوان مش كده لانها مش اوكي هتلاقيها في كذا حاجه برضه هو اصل في موضوع الطباعه بيعتبر اي حاجه بتاخد حب تبقى لون بقى بس ايه كمصطلح طباعي لحرفي الطباعه انما فنيا وعلميا الابيض ليس مش الوان في برضه في صفحه 21
دايما احنا بنكتب الاسم يا اما بكتب كامل يا اما بكتب اللقب. بتقولي هي في صفحه 21 بتقولي على تقريبا كلود جارمون بتقولي كلود بس يا اما كتب جارمون يا كلود جارمون. في صفحه 30 انت كاتبه اول كتاب مطبوع كاتباه 968 لا هو 868 ممكن تكون غلطة بس مطبعيه يعني يصلحيها. برضه استكمال البيانات دي بقى في الرساله كلها بس على شكل عام استكمال اي بيانات ناقصه تحت المنازل تبقى افضل انك تكملي. في برضه في صفحه 31 ده يعني هو ده اتكرر في حاجات كتير هقول لك عليها بس يعني بشكل عام كررتي بعض ال يعني في كلام الاقيكي مكرره بس بشكل مختلف يبدو ان انت تكوني اتجهتي لمرجع اخر خدتيها منه برضه واضح انك حريصه انك تاخدي كل حاجه بس لما تكون حاجه زي كده بجمعها في مكان واحد يعني ما اقدرش اقول الكلام وارجع اكتبه في حته ثانيه بشكل او اخر عشان زايد كلمه او اثنين فاهمه قصدي؟ يعني على سبيل المثال صفحه 31 هتلاقي في الفترة الثانية من اخر اخر السابع تقريبا اخر السطر السابع لغاية ال 12 تقريبا دي معلومات مكررة ومكتوبة تقريبا في اول صفحة 30 فانت بس بصي على الحاجات دي لانها ملهاش معنى لكررها تاني اكتبها في حتة واحدة كفاية. تقصدي ايه بالأمدة في صفحة 32؟ ليه؟ الأمدة مكتوب الخامات التي يتكون منها المخطوط ماديا كالرقم والورق والاحمر والامده ايه الامده دي ايه؟ دي فين؟ مش عارفه فين؟ انا ما عرفتهاش الحقيقه. هي فين في صفحه 32؟ صفحه 32 فين؟ مكتوب الخامات التي يتكون منها المخطوط ماديا كالرقم والورق والاحمر والامده والاصبار والبلود. يعني المداد اللي هو القلم المداد او قولي الاحبار والورق مش عارف وغيرها اللي هو القلم المداد يعني المقصود بيه القلم المداد بتاع زمان يعني اللفظ او الكلمه دي بالذات انا سالتها فيها وهي شرحتها لي فالمفروض توضحي انا اعتقد يعني على حسب ما انا فاهمه القلم المداد القلم المداد القلم القديم اللي هو بتاع الناس القديمه قلم مداد اللي هو بياخد بيحبر هي على مداد بقى يعني القلم اللي هو بيتحط في المحضره ايوه اللي هو بريشه ده بياخد مداد يعني ايوه هي الحقيقه دكتور حازم ودكتور رانيا بعد اذنك في بعض الالفاظ او بعض الكلمات بتاخد الصفه منها وبتكتبها فبتدي معنى شويه مغير للاسم الحي انا بس ما فهمتهاش لا انا نفس الحكايه لما قريتها فرجعت لها فيها قلت لها يبقى القلم ذو المداد طبعا هو في بقى بعض اللخبطه شويه هتلاقيها في المراجع اللي هي في الهوامش انا كانت بحبك برضه يبص عليك واحد يعني تلاقي مثلا واحد وهي مش مكتوبه مكتوب الثلاثه عشر صفحة 35 في الفقرة الأخيرة الفقرة اللي تحت محتاجة تنسيق شوية يعني تيجي تقريها هتلاقي إيه من أكثر أنواع الورق رواقا كتبت ورق الجرائد بعد كده تاني حاجة مكتوبة يعني الكلام ده محتاج واحد من ده رقم ميبقاش كله داخل على بعض كده عشان حتى يذكر قراءة كان تحطه فوق هتلاقي الحدودة دي بقى أشهر يعني هتلاقي في آخر الرسالة كمان فيها مادة كتير يعني عشان كده بقول لك محتاجة تنسيق أكتر في حاجات بالذات داخلة باراجرافس على بعضها يعني بصي انت ذكرتي بعض الاحيان بتقولي العصر الحديث طبعا كلنا عارفين العصر الحديث بس انا افضل انك تكتبي الوقت نفسه عموما بشكل عام لانها كررت في رساله في كذا حاجه
بشكل عام يعني. لو قدرتي تتوصلي لاي وقت يفضل يكون في حاجات مثلا بعد المراجع زي صفحه 39 المفروض ان هو مرجع صادق، فلما تكون مرجع صادق بتكتبي يعني كانت جمهوري برضه طالما حاجه ذكرت قبل كده بكتب جنبها مرجع صادق. في صفحه 40 يعني في الفترة الأخيرة بالذات أنا كنت أفضل إن أنت تحطي فقرة عنوان جانبي، لأن هنا أنت كنت بتتكلمي عن العرب وفجأة استخدمتي بعد كده اتكلمتي عن المخلوطات القبطية. طبعا في الترتيب المفروض تكتبي القبطية الأول يعني الترتيب الزمني، فأنت أنت عاملة العكس. وكمان افضل انك تكتبي يعني فقط عناوين جانبيه عشان ما يتلخبطيش اللي بيقرا بس، يبقى متوضح اكتر. في بقى صفحه 41 بتقولي على الكتابه الهيروغليفيه، بتقولي انها بتكتب من اليمين الى اليسار. هي صح بس كمان بتكتب من اليسار الى اليمين على فكره، ومن فوق لتحت ومن تحت لفوق. فدي معلومه المفروض تزوديها يعني. صفحه 50 قبل كده هقول لك بس حاجه برضو من ضمن الالفاظ اللي بتكتبيها بتقولي تزويق. التزويق دي ممكن اقول تنسيق، ممكن اقول تجميل، يعني بلاش حكايه انت عندك حماس فبتكتبي تلقائيه المكياج والحاجات. في طبعا حاجات زي مثلا صفحه 45 برضه بعض الاشكال الشكل الموجود اللي هو شكل 19 يعني انت كاتبه بعض التفاصيل في الكلام مش موجوده في شرح او غير واضحه، فيمكن النموذج القديم كفايه بزياده شويه مش عارفه يعني. انت قلتي وجود الصليب كده حول الصليب كتابات قبطيه، هو انا مش شايفه اصلا الصليب، ففي حاجات مش واضحه، فمحتاج بس توصف يعني يكون الحاجه اللي بتوصفيها موجوده. في برضو عندك صفحه 50 بتقولي ظهور الورق، يعني اكمل المعلومه. ظهور الورق معروف انه على يد سيري جونز 305 ميلاديه، فازود المعلومه بس. عندك يعني حتى كتاب الطفل اللي قالت عليا الدكتور تامر طبعا انا بتفق معاه فيها، ملهاش لازمه انها تتكتب، كفايه قوي اكتب عن الكتاب. قياس الصفحه وكده بكتب القطع بدل كلمه قياس افضل يعني. في ترقيم بعض الحاجات صفحه 55 في الشكل مش متناسق مع ترقيم الشكل. لو فتحت 55 كده هتلاقي الشكل نفسه بادئ من رقم اعتقد 16، هو انت هنا تحتيها كاتبه من واحد، فبس شوفي واضح ان في حاجه مش محطوطه صح، عايزه بس التنسيق مظبوط يعني. عندك برضو يعني بصي هو بشكل عام عندك حاجات برضو ان في انت عامله جهد كبير جدا وجايبه نماذج كتابات حلوه قوي، محتاجه كان يعني تجيبي نماذج توضح ده. يعني النماذج انت شايفاها مثلا المواصفات القياسيه اللي انت بتتكلم عنها انها تناسب ده. بعض النماذج ممكن قوي اجيب نماذج سيئه قوي دي غير قابله، فانا كنت افضل انك تجيبي بعض النماذج التحليليه ولو بسيطه. يعني الحته دي كانت مهمه برضه عشان توضح كلامك اكتر. في بقى بعض المعلومات زي مثلا زي 57 لما كتبتي من الممكن اضافه فيها اللي هي بتتكلمي على سبعينات وبعد كده بتتكلمي على
الصفحات نفسها، يعني كنت افضل انك تكتبي تكملي المعلومه اللي هي الثمانينات مثلا، كان في القرن 19 على شكل صفحات على شكل مثلث مقلوب، كان في حاجات كده كتير، او على شكل مخروط، ففي معلومات ممكن تزوديها لو حابه. برضه من ضمن الالفاظ اللي بتحطيها دايما حته مثل كعب محترم، تقولي لو كنت موجود كعب محترم، يعني كعب مناسب وخلاص. في برضه بتتكلمي على كعب يعني. بتقولي بعض الناشرين العرب يتجاهلون تاريخ النشر، يعني بتقولي قصدي الناشرين العرب هي بعض الناشرين، يعني بلاش كلمة إنه كلهم، يعني التعميم مش صح في الرسالة عموما. يعني في حتة سطر أعتقد ما كانش له لازمة، اللي هو صفحة 62 في آخر سطر، بتقولي على الرغم من ذلك لا يوجد إقبال على الكتاب المصري داخل مصر بسبب انخفاض الدخول، يعني مش مجالها أقصد. بعض العناوين عندك بترجميها وفي نفس السطر الاقي عنوان ثاني غير مترجم، يعني حاولي توحدي ده، يفضل انك تترجمي كل المصطلحات العلميه اللي في الرساله، يعني يقول مثلا لاي اوت، طب انا قالوها ترجمها في العربي ماشي، يعني او انت ساعات بتقليك ترجمه حاجات وحاجات لا، فحاولي توحدي التراجم في كل المصطلحات العلميه وخصوصا في العناوين يكون افضل طبعا. طبعا لما يكون في اعلام في الرساله المفضل نكتب لفظه عنهم في الهامش الصوفي ولو حاجه بسيطه، اعلام بمعنى الناس المشهوره او المشهوره، الفنانين، الكتاب، ايا كان. في صفحه 65 بتتكلمي عن الغلاف هنا كعنوان، بالرغم ان انت كلمتي تاني عن العنوان صفحه 67، فحطي الاثنين على بعض او شوفي ايه ممكن ينضاف للتاني اكتر، يعني عشان ما يبقاش في مكانين احط فيهم نفس الكلام تاني او حاجات متشابهه. انت بقى صفحه 66 فجاه اتكلمتي عن المجله، يعني انت العنوان بتاع رسالتك بيتكلم عن الكتاب، هي الفكره في ان المجله لها مواصفات في الاخراج وفي كل حاجه مختلفه عن الكتاب، يعني الحاجات اللي اكتشفوا فيها ما اقدرش ان انا اعممها في اعمم كلام عنها هنا، يعني فمش عارفه انت يعني طبعا نرجع بقى للست لا لا مش صح، كلام صح، لا مش المجلة أو في الأغلب أنا حاسة إنها متحمسة لما تلاقي على فكرة لا هي مقصود الكتاب رسالة، مقصود الكتاب أبواب الكتاب، المجلة ما فيهاش أبواب، أنا ما أعرفش ليه، يعني هي المفروض أبواب الكتاب، أبواب الكتاب أه، إن المجلة ما فيهاش أبواب بالظبط، المجلة فيها موضوعات، فيها ريبورتاجات، فيها تحليلات صحفية، يعني في بقى بعد كده عندك طبعاً برضو في صفحة 69 شكل 26 يقول إن هو العمل المصمم جمال قطب مش فكرة بيصلحينه ليه بتاع صرصرة في المين دي؟ في بعض الحاجات اللي اتكلمتي عنها ما كانتش لها نماذج توضيحيه، يعني مثلا انت خصوصا بتقولي وصف تحليلي المنهج بتاعك، فالمكتب اتكلم عن كتاب الترياق وده موجود، يعني سهل قوي ان انا اجيبه، يعني موجود في كل حته، اجيب نموذج عشان اقدر اتكلم عنه، يعني ما اشرحش حاجه بس مش موجوده. يعني انا حتى كاتبالك في حته في صفحه 79 بقول لك الكلام جميل بس محتاج تنظيم، هو فعلا كده انت عندك كم من العنوان الحقيقه ثري جدا بس محتاج شيء من التنظيم عشان يبان بشكل احسن اكيد.
يعني أنا مش عايزة أطول أكتر من كده، بس كنت هقول لك حاجة واحدة بس. بالنسبة للتوصيات، أنت كاتبة التوصيات مرتين، فأنا ما عرفتش تقصدي إيه بيها. يعني كاتبة، لا أنت توصيات قبل نتائج التوصيات، وبعد كده كاتبة نتائج التوصيات تاني. التوصيات الاخيره دي التوصيات العامه بتاعه المناقشه، انما التوصيات اللي في النص دي توصيات بناء على النتائج والاستفتاء اللي انا تم يعني تنفيذها والاستبيان. يا ريت توضحي ده في عنوان جانبي، لان هو مكتوب على انها توصيات. تمام. صحيح في اكاديميه وفي ماشي، بس على اساس الاسلوب المكتوب بيه تحس ان هو كانه التوصيات النهائيه. لا هي التوصيات وضحيها في العنوان اللي تقصدي اكتر، يبقى حلو قوي. انا في النهايه بشكرك، كنت عامله حضرتك الحقيقه بتشكري عليه كل الحدوته، بس محتاج شيء تنظيمي بس بسيط. لكن انا بشكرك على جهدك طبعا. شكرا لحضرتك. بشكر الهيئه الاشراف طبعا. ميرسي يا دكتور. شكرا استاذ الدكتور رامي حسن، ملاحظات دقيقه وما قال لا، يعني دايما ايه بيبقى فيه التركيز في نفس الوقت في الملاحظات ذات القيمه اللي هتسري البحث ان شاء الله. دكتور حمدي، هل لك من تعليق؟ تعليق بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أرحب بالأستاذ الدكتور تامر عبد اللطيف والأستاذ الدكتورة بدر، وبنشكرهم على دعوتنا لمناقشة البحث. الحقيقة عاوز يعني رسمي على الباحثة في بعض النقاط، هي من الباحثات المجتهدات جداً، واللي يعني عندها دقة شديدة جداً في حصولها على المادة العلمية. والحقيقة من كثر حرصها على المادة العلمية، يعني البحث ده نص اللي كانت مقدمه عشان نتناقش. والحقيقه يعني لسه كنت بكلم مع الدكتور تامر، احيانا الباحث بيحاول كل ماده بيحصل عليها مفيده للبحث بيحاول يحطها، لكن الاكثر كفاله هو اللي احنا محتاجينه، مش كل حاجه يعني من بعيد او قريب بنحطها. فاحنا الحقيقه هي كانت مجتهده جدا في ده. الملاحظات اللي تقدم بها الدكتور تامر والدكتوره رانيا مهمه جدا، واعتقد ان شاء الله يتم تعديلها في البحث قبل الطباعه. وايضا الحقيقه مارسيل من الباحثات اللي يعني عندهم دقه بغير طبيعي في الحصول على الافضل، وده كان بيحطنا في مشكله معاها طول الوقت، لان كل شويه بتتقدم بماده وبعدين بنطلب تعديلها فترجع تجيبها تاني بصياغه تانيه، لدرجه ان انا من ضمن التساؤلات اللي قلت لها انت اللي كاتبه البحث ده ولا لا؟ بمعنى ان اللغه الحقيقه اللي كتبت بيها لغه جيده جدا، ولدرجه اني قلت لها لو حتى لغه عربيه بيراجع البحث فده مش عيب يعني. قالت لي لا والله انا اللي عامله ده، وانا مصدقها فيه وبشكرها على اهتمامها بالنتاج اللي احنا يعني توصلنا له. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا دكتور. اعتقد يعني ان قمنا حفل تكريم للباحثه قبل اعلان نتيجه، يعني هو حفل مقدم وان شاء الله في حفل مؤخر، فنستسمعكم دقائق للمداولات. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار لجنه المناقشه والحكم في البحث المقدم من الدارسه مرسيل عازر شروبيم شحاته بقسم الجرافيك للحصول على درجة الماجستير في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2019، اجتمعت في مبنى الكلية اللجنة المعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 13/11/2018، والمشكلة من السادة الأساتذة أستاذ دكتور حمدي صادق أبو المعاطي، أستاذ دكتور رانيا علي الحصري، أستاذ دكتور تامر عبد اللطيف عبد الرازق، حازم فتح الله. وناقشت اللجنة علنا
البحث المقدم من الدارسة والمعتمد تسجيله من السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة بتاريخ 27/8/2015 وعنوانه دراسة المعايير الجرافيكية للكتاب المطبوع في مصر للوصول إلى قياسات جودة جرافيكية معتمدة فنيا. وبعد مناقشة الدارسة علنا في موضوع البحث وبعد الاطلاع على النتيجة وبعد المداولة قررت اللجنة بإجماع الآراء التوصية بمنح الدارسة مارسيل عادل شاروبيم شحاتة بقسم الجرافيك بالكلية درجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص الجرافيك مجال فنون الكتاب والمطبوعات. مبروك كل الكلام. ميرسي يا دكتور، ميرسي ميرسي يا بابا، شكرا. تعالي بقى جنب التاني السوار.